بحييكي لان انت بتطبقي يعني او بتحاولي تطبقي الاعلام بشكل سليم وشكل صح. دايما كده بنشوف على السوشيال ميديا اي حد بيعمل فيديو حتى لو فيديو ما فيهوش اي محتوى، الكابشن اللي فوق بيبقى مثير جدا للجدل ومثير للانتباه وبيبقى فيه مقاسي لدرجه ان انت لا الفضول بيبقى خلاص بيثيرك لدرجه ان انت تدخلي تشوفي الفيديو تلاقي المحتوى فاضي جدا وخارج ما فيهوش اي حاجه. هل انت بسبب انه مثلا طبيعه الاخبار اللي انت بتنشريها ايجابيه وحلوه فممكن لما تحطي العنوان ما يبقاش كاتشي قوي للناس، فهل بتضطري ان انت تحطي عنوان مثير سؤال للانتباه؟ ممتاز. كنت هقع في التراب ده اول ما ابتديت، ان دي حاجه زي ما درسناها اسمها كليك بيتنج، اللي هو نكتب حاجه شكلها تخلي الناس تدوس بالعافيه، لو شاهد قبل الحس، مش حاجه اكسكلوسيف مش هيشوفوها في حته. وزمان كنا بنسميها الصحافه الصفراء. الصحافه بالظبط. فبوقف نفسي مع كل فيديو، مع ان في اوقات ببقى عارفه ان انا لو كتبت الكابشن ده في ثانيه اللي هيجو فايرل، مش بس الناس هتتفرج عليه، لكن علشان دراستي تمنعني واخلاقي تمنعني ان انا اعمل حاجه زي كده. بس برضو مش هقدر اقول ان انا ضحيه او ان انا مش بعمل ده كومبليتلي، بالعكس في طرق ذكيه جدا تخليني اشد الانتباه. زي ما اتكلمنا في الاول، هي عمليه جذب انتباه كلها في الاول وفي الاخر. بتعملي ايه مثلا؟ بتطبقيها ازاي؟ دلوقتي ايه اللي هيخلي بني ادم يتفرج على الخبر ده؟ ان هو يحس ان في حاجه ريليتبل او حاجه مهم ان هو يتفرج عليها، ده قريب من قلبي ليه؟ اخر فيديو عندي اتوينت فايرل بتاع معرض الكتاب. اول حاجه عملتها نزلت افيه كده بتاع فيلم زكي شان، اللي هو احنا طالعين شرم هتيجي معانا ولا مش هتيجي، احنا رايحين معرض الكتاب هتيجي ولا مش هتيجي. فايه بكسر الحته دي بالكوميديا، ده رقم واحد. بتنجح قوي الحاجات دي، بتنجح قوي وانا سعيده بيها جدا، ما فيهاش اسفاف، بالعكس دي كلها حاجات كلها بنتفرج عليها وجزء من طفولتنا وبتشد الانتباه. وبالنسبه لي انا حتى يعني مع اصدقائي اللي بيتفرجوا دلوقتي، ده اسلوبي معاهم، هزار في كل حاجه. فحاولت ادخل ده، وكمان ان انا يبقى العنوان نفسه زي ما اتكلمنا في كلمه او كلمتين للسيرش انجن اوبتمايزيشن او الاس اي او، بس البني ادم اللي بيتفرج يقدر يلقطه، يعني في كلمه معرض الكتاب عشان لو حد دور يعرف يلاقي المعلومه، ما بقاش ان انا يعني بسطتها لدرجه ان الشخص ما يوصلهاش. حلو جدا. طيب مريم، برضو كان ليكي مشاركه في التيك توك طبعا مع الشباب اللي بيقدموا محتوى هادف على الابلكيشن، برضو احكي لنا ايه تفاصيل الموضوع ده ويعني ورحتي له ازاي ولا ايه اللي حصل؟ ممتاز، كانت من اجمل الحاجات اللي اشتغلت عليها مع تيك توك، علشان دايما في صوره نمطيه خاطئه عن التطبيق ان هو بيحصل مثلا عليه حاجات مش كويسه، بيشتت انتباه الشباب، مش لطيف. فعجبني جدا المبادره دي من تيك توك، ان هم عملوا تيك توك كريتر هاب لهدف ان هم يخلوا الشباب يقدم محتوى ذو قيمه. فانا كنت على لجنه التحكيم وكان معايا ثلاثه كمان، عمر سمره، محمد البرعي، واحمد صبري. الثلاثه بيقدموا محتوى قيم جدا، وفي منه محتوى دمه خفيف بس برضه مش لدرجه الاسفاف اطلاقا. وابتدى ان هم الشباب دول يقدموا المحتوى بتاعهم والافكار الجديده بتاعتهم، وكان الثيم كوب 27 او تغير المناخ. سعدت جدا بالفيديوهات اللي بشوفها، علشان للاسف دايما بنقعد نسمع ما فيش شباب، ده ما فيش محتوى كويس، احنا بنتفرج على الحاجات الوحشه دي عشان ما فيش حاجات حلوه. لقيت ان قد ايه في شباب مبدع، وقد ايه افكارهم كاتشي جدا وجميله جدا. وحتى البنت اللي كسبت، يعني حابه ان انا اقول اسمها دلوقتي، اسمها ملك حاتم، سنها 18 سنه، بتعمل فيديوز عن السكولرشيبس وازاي الواحد يلاقي منح بره مصر وازاي يقدر يلاقي يطور من لغته. وهي اصلا ناس يعني ما اتخرجتش من ثانويه وعندها دلوقتي ما شاء الله بتعمل الفكره دي. طبعا الفكره جميله، وصلت 200,000 متابع، عرفت تختار النيش بتاعها او الناس اللي هي بتتارجت صح، فالفكره نجحت. وهو ده كان اساس تيك توك كريتر هاب، ان هو يطلع شباب بيقولوا معلومه قيمه ويوصلهم بالناس اللي فعلا محتاجه تسمع المعلومه دي. حلو جدا، فكانت تجربه جميله جدا. طيب مريم، بما ان انت يعني موجوده على كذا بلاتفورم او اكتر من منصه للتواصل الاجتماعي، قولي لي ايه اكتر منصه الناس بتتفاعل معاها والشباب تحديدا بيتفاعلوا معاها اكتر؟ بيتفاعلوا معاها بنسبة كبيرة تيك توك وانستجرام، بس ده علشان الشباب، يعني زي ما احنا بنتكلم من سن 18 ل 25 واقل كمان من 18 بكتير تيك توك وانستجرام. بس برضو لاحظت حاجة تانية، انه اللي احنا بنتفرج عليه هو ده اللي بيطلع لنا. يعني لو انا على طول بتفرج على حاجات سيئة اللي هيطلع لي حاجات سيئة، انا على طول بتفرج على حاجات هزار هيطلع لي حاجات هزار. فاللي البني ادم بيتفاعل معاه هو ده الفور يو بيج بتاعه. فدايما عايز اقول لكم نصيحه، لما تلاقوا اي حد بيشتكي ان الاخبار عنده نكت، تقول له انت اللي بتفتح اخبار نكت. صح، ريليت كده بيطلع لك نكت. بالظبط صح، ده حقيقي، ده بيحصل. لو عملتي لايك او شفتي فيديو عن اي حاجه هتلاقيه بيبتدي يجي لك حاجات تانية شبيهه ليه. طيب عايز برضو اعرف منك، هل انت شفتي حد مثلا على مستوى العالم ممكن يكون بيعمل نفس اللي انت بتعمليه؟ ايوه، حسيت ان السؤال ده عندي قصه جميله جدا. يعني جداً. حد على مستوى العالم كده بيعمل نفس اللي بتعمليه او شبيه ليه، او الموضوع شايفاه ازاي؟ في قصه جميله جدا، انا ابتديت زي ما قلت لكم في مارس 2020 اخر مارس خالص، كورونا كورونا في قلب الحدث. في قلب الحدث سبحان الله، بعد ما ابتديت باسبوعين
لقيت معارف بيبعتولي مريم في جون كراسينسكي، لو اتفرجتوا على مسلسل ذا اوفيس من اشهر المسلسلات الامريكيه. جون كراسينسكي بيعمل حاجه اسمها سام جود نيوز، وانا الاكونت بتاعي اسمه ذا جود نيوز، وكان بيعمل حاجه شبه اللي انا بعملها بالظبط، وبيطلع برده بيتكلم بس عن اخبار عالميه. وحسيت قد ايه سبحان الله ان هو الواحد لما يبقى في وقت ضيق الافكار كلها بتبقى متشابهه، يعني كلنا فعلا وقتها كنا عايزين نطلع بحاجه حلوه. وحتى ناس كتير قوي هاجمتني وقتها، انت واخده الفكره وجو بقى المصري ام الاجنبي وسرقتي من الراجل. بس ساعتها انا اتبسطت ان في ناس كتير تفكيرها راح للحته اللي انا رحت فيها، يعني بالعكس شيء ما يعبنيش، ده شيء يشرفني ان انا مخي اتجه يعني للحته دي. البرنامج ده دلوقتي للاسف مش شغال قوي، خلاص بقى الراجل رجع تاني لتمثيله حياته. بس في كريتر تاني برضو ممتاز اسمه سام بنتلي، بنصح ناس كتير طبعا انها تتفرج عليه، بيقول اخبار حلوه كتيره جدا وبالاخص حاجات ليها علاقه بالبيئه، فممتاز بصراحه. حلو جدا. طيب مريم كلميني بقى عن تفاعل الناس معاكي على السوشيال ميديا متابعينك، هل مثلا ممكن تستقبلي منهم اخبار يقولوا لك على فكره في خبر النهارده حلو جدا ايجابي جدا ممكن تتكلمي عنه، هل بتتفاعلي كده؟